30 يونيو عام 2022 بينتخب 30 مليون فلبيني فرديناند ماركوس جونيور أو بونج بونج ماركوس. هتقولي مش ده اسم ديكتاتور الفلبين اللي مات سنة 1989؟ هقولك صح، بس ده ابنه. تخيل الشعب يشيل أبوه في ثورة وبعد كده يجيب ابنه بعدها ب 37 سنة يحكمهم. بس ليه كل ده حصل أصلاً؟ تعالوا نعرف حكاية الأب ماركوس ديكتاتور الفلبين اللي حكم شعبه لمدة 20 سنة كانوا أسوأ 20 سنة في تاريخ الفلبين. بيتولد فرديناند ماركوس سنة 1917 وبيدخل كلية الحقوق سنة 1936 واشتغل محامي. كل ده ممكن يكون عادي جدا، لكن هو وعلى عكس أغلب ولاد جيله في شرق آسيا ما كانش مؤيد للشيوعية خالص. وفي عام 1940 انضم ماركوس للجيش الفلبيني علشان يشارك بعدها في حملة الفلبين، ودي معركة حصلت أثناء الحرب العالمية الثانية لما قامت الإمبراطورية اليابانية بغزو الفلبين، وواجهت القوات اليابانية القوات الفلبينية وقوات من الولايات المتحدة الأمريكية. وفي أول الحرب خسرت الفلبين، واشترك ماركوس مع الجنود الأمريكان المهزومين والقوات الفلبينية في مسيرة الموت في باتان. وللي ما يعرفش دي إيه، فهي مسافة كبيرة دايما بيجبر فيها الجيش المنتصر الأسرى انهم يمشوا مسافة كبيرة بدون أكل أو شرب كنوع من التعذيب وغربلة الأسرى، والمسافة 65 ميل من باتان لسان فرناندو. مسيرة تسمت الموت لأنها مات فيها آلاف من الجنود الأسرى، واللي اتحاكم بسببها بعد كده الفريق ماسوهارو هوما قائد قوات الغزو الياباني في الفلبين واللي كان مسؤول عن مسيرة الموت بتهمة ارتكاب جريمة حرب، وأعدم رميا بالرصاص في 3 إبريل سنة 1946. المهم يخرج ماركوس من الحرب وهو واحد من أبطالها بسبب وقوفه ضد اليابان مع الجيش الأمريكي، وواخد نياشين وبيتعامل كبطل مفيش زيه بقى. وفعلا لما بتخلص الحرب بيقرر ياخد خطوة جادة في حياته، كانت في عام 1949 لما دخل البرلمان الفلبيني وكانت حملته الانتخابية بتقول الشعار اللي لسه قايلينه وتبناه هو، انه بطل حرب وقائد ملهم ونياشينه كده. والصراحة ان امريكا نفسها نفت ده اصلا وقالت انه ما حصلش، لكن ماركوس ما هموش انه منظره وحش وما فرقش مع الناس، ومن غير ما يقول برنامج ولا حاجة كفاية انه بطل حرب وبس. دخل البرلمان الفلبيني فعلا وقعد فيه 10 سنين لحد 1959، وبيبدأ يزع صيته جدا، وبيسيب البرلمان بعد النجاح في دورتين وبيدخل مجلس الشيوخ سنة 1959، وبيصبح سنة 1963 رئيس لمجلس الشيوخ لحد سنة 1965. حلو لغاية كده. بيقرر ماركوس يترشح لرئاسة الجمهورية سنة 1965، وبيحط في البرنامج بتاعه انه هيعمل اللي محدش قبله عمله، وبيكسب فعلا ضد الرئيس الحالي وقتها ديوستادو ميكا بيجال بنسبة 52%. وفعلا بداية حكم ماركوس كان نشيط، واشتغل على البنية التحتية للفلبين وجمع الضرائب بنشاط من الاغنياء من رجال الاعمال، وبتعدي أول دورة لماركوس علشان يعاد انتخابه تاني سنة 1969. لكن المرة دي الأمر ما كانش سهل، وبدأت الاتهامات تنزل على ماركوس، مرة إنه زور الانتخابات ومرة إنه فاشل، ونسبة الفقر زادت في الفلبين، وده خلى الأحزاب اليسارية المعارضة ليه تنزل الشارع تعترض. وطبعا ماركوس ما توصاش وقمع كل ده. سنة 1972 بتخلص الدورة الثانية لماركوس، وبالتالي ملوش حق انه يترشح تاني. يقوم يعمل ايه يا ترى؟ اولا اعلن الاحكام العرفية والسيطرة التامة على الجيش والمؤسسات الصحفية بحجة مقاومة العصيان المدني المنتشر في البلاد. ثانيا حل البرلمان الفلبيني ومرر استفتاء تعديل الدستور بتصويت الشعب الفلبيني علشان يقدر يترشح لدورة رئاسية ثالثة. ثالثا اعتقل معارضيه كلهم، ومنهم رئيس مجلس الشيوخ واي سيناتور كان معارض ليه، ولكن من ضمن المعتقلين كان اسم مهم جدا وهنعرف قدام ليه، وهو بنينو اكينو بتهمه الشيوعيه. وبتنجح الخطه وبيوصل للدوره الرئاسيه الثالثه سنه 1973، وبيستمر حكمه لكن باكثر دمويه. ماركوس كان بيعتمد على القروض في حكمه ومشاريعه بشكل كبير، لدرجة ان ديون الفلبين وصلت من 5 مليار دولار قبل توليه ل 37 مليار دولار سنة 1982، لكن مقابل ده ارتفع ناتج الفلبين القومي ل 5 مليار دولار سنويا. وبعد ما بتخلص الدورة الانتخابية الثالثة اللي فضلت من عام 1973 لعام 1977، يقرر ماركوس انه يمد فترته الانتخابية تاني، لكن ازاي هيمررها؟
قرر تاني يعدل الدستور اللي عدله أولاني علشان يقدر يعلن الأحكام العرفية تاني ويعيد انتخابه تاني وينجح بنسبة 95%، وفعلا يأمر بالقبض على بينينو أكينو وعلى الملازم فيكتور كوربوز وزعيم جيش الشعب الجديد برنابي بوسكيانو، ويعدم آخر اتنين بالرصاص ويصدر حكم الإعدام على أكينو لكنه منفذوش. ماركوس طول فترة حكمه كان مدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية لأنه ضد الشيوعية، وكان ممكنهم من استخدام القواعد العسكرية ليهم في الفلبين علشان يكون دراع طويل ليهم في شرق أسيا اللي أغلبه شيوعي أصلا، وده كان شيء مهم جدا وقت الحرب الباردة. وقتها ضد ماركوس كانت بتتصاعد المعارضة الشيوعية المسلحة أو جيش الشعب الجديد، ونفذوا عمليات تفجير تقريبا عددها كان 15، وكل ما كانوا بيزيدوا في ده كان ماركوس بتزيد قسوته وطغيانه في التعامل. معدل دخل المواطن الفلبيني ارتفع 4 أضعاف في عهد ماركوس، لكن ده ما كانش ينفع نقيسه قوي بانه ازدهار، لان الديون كانت كبرت قوي في عهد ماركوس بسبب الاستدانة واعتماد ماركوس على القروض والمحسوبية في الرأس مال. كمان ماركوس اهمل التصنيع جدا بسبب تضييقه على استيراد مواد الخام من الدول الخارجية. بعد سنين في الحبس الانفرادي وبعد تدخل من الولايات المتحدة الأمريكية، سمح ماركوس لأهم معارض ليه وقتها بينينو أكينو واللي كان هيترشح لرئاسة الجمهورية قصاده بأنه يسافر أمريكا يتعالج هناك بعد أمراض كتيرة جاتله أهمها ضعف عضلة القلب. لكن ماركوس قبل الإفراج عن أكينو اجتمع بيه وسأله نصا زي ما اتنشر في مجلة تايم: يا أخي هتعمل إيه لو أطلقت سراحك وأفرجت عنك غدا؟ فقال أكينو: مش عارف، انت وضعتني في زنزانة وقطعت عني وسائل الاتصال بالعالم خارج جدران السجن، وما قريتش حتى صحيفة واحدة من 5 سنين، ودلوقتي لو كان الشعب سعيد هروح بيتي وتقاعد، لكن لو الشعب كان غير سعيد مش هتقدر تتجنب اللي هعمله، وعلشان كده لو كنت شايف انك اتصرفت بشكل جيد اطلق سراحي، ولو كان العكس فلا تطلق سراحي لان وضعك هيزيد سوء. وبرغم عداء ماركوس مع أكينو لكنه كان بيحترمه، وكان دايما في سنين سجنه يسأله لو غير وجهة نظره ويبطل معارضة علشان يفرج عنه، لكن دايما إجابة أكينو إنه لا طالما ماركوس مستمر في اللي بيعمله. المهم سنة 1980 بيسافر أكينو للولايات المتحدة الأمريكية علشان يتعالج ويستقر هناك كلاجئ سياسي. علاقة ما عكرش صفوفها غير تصريح نائب الرئيس جورج بوش الأب لماركوس إن الولايات المتحدة الأمريكية بتحترم التزام ماركوس بالديمقراطية. قرر بعدها أكينو يسيب أمريكا ويرجع لبلده يكمل معارضة برغم كل ظروفه الصحية. راجل شريف قوي واقف قصاد شيطان زي ماركوس. بيرجع أكينو على مطار مانيلا في حضور جماهير كبير وصحفيين وتأمين من الشرطة، واللي أصره إنه يلبس سترة مقاومة للرصاص علشان تأمينه. وهو نازل على سلم الطيارة وفجأة الرصاص يخترق رأسه وسط تجاهل رجال الأمن وتمويههم على اللي بيحصل وتظاهرهم بحمايته. اغتيال أكينو قلب الرأي العام بقوة أزيد ضد ماركوس، وحصل بقى حاجات تانية بشعة زي ضغط الديون وزيادتها على الميزانية. حاجات كتيرة ضغطت على ماركوس علشان يعلن في نوفمبر سنة 1985 إجراءه انتخابات رئاسية مبكرة علشان يهدي الرأي العام، وترشحت ضده أرملة الزعيم الراحل بينينو أكينو، وطبعا كالعادة زور ماركوس الانتخابات بكل هدوء ومن غير تفكير. في فبراير سنة 1986 بتعلن أرملة أكينو السيدة كرازون أكينو العصيان المدني ومقاطعة بضائع ومنشورات حكومة ماركوس علشان تكون شرارة ثورة الشعب الفلبيني، وفعلا بينزل الشعب للشارع يعترض على ماركوس. وبعدها بأيام يحاول وزير الدفاع خوان إنريل الانقلاب على ماركوس، لكن ماركوس يعرف بالمؤامرة ويقرر يخلعه من منصبه، وبتزداد الأمور توتر جداً لحد ما تحصل اللحظة اللي هتجيب فيها الثورة الجول، وهو بيان الكاردينال خايمي سن رئيس أساقفة الفلبين واللي بيطلب من الشعب النزول للشوارع ودعم إخواتهم ضد ماركوس اللي قتل إخواتهم وغرق بلاده في الديون. ويتشال ماركوس من منصبه كرئيس للفلبين بعد ما مص دمهم وعمل بنصيحة الرئيس الأمريكي ريجن وهرب على جزر هاواي علشان تمسك بعده أرملة أكينو الحكم وينتهي الفصل الحزين للفلبين وعائلة ماركوس بشكل مؤقت، طبعا قبل ما يجي ابنه ويعاد انتخابه تاني. وطبعا الأمور مش مستقرة وجموع الشعب الفلبيني بتطالب بإقالته. الفشل في العيلة دي وراثة باين.
دموية ماركوس كانت رهيبة لدرجة انه قتل طبيبه الخاص لما افشى سر انه عنده مرض في الجهاز البولي. من جرائم عائلة ماركوس كمان هو استيلاءهم على 15 مليار دولار من اموال الفلبين في جيوبهم، لدرجة ان ايميلدا ماركوس زوجته كان معروف عنها البذخ الشديد وشراء التحف الفنية بملايين الدولارات من اموال الحكومة واللي وصلت قيمتها ل 10 مليار دولار، تخيلوا يعني. المهم بيتوفى فرديناند ماركوس سنة 1989، لكن يسيب زوجته وابنه في الحياة السياسية الفلبينية علشان يعرفونا ان الشر لن ينتهي ابدا ابدا. وبتسمح رئيسة الفلبين كرازون اكينو سنة 1991 لإيميلدا انها ترجع الفلبين هي واسرة فرديناند، تخيلوا، بعد ما اغتالوا جوزها. لكن هل إيميلدا صانت ده؟ الحقيقة لا، وأنشأت شبكتها السياسية المعارضة وترشحت للرئاسة مرتين وفشلت. قولولنا في التعليقات كنتوا تعرفوا إيه عن ماركوس وتفتكروا مين أقرب ديكتاتور شبيه ليه. بتمنى أن الحلقة تنال إعجابكم وألقاكم تاني على خير. سلام.